الو، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما ديما كنتعطل في فيديوهات، انا عارف. على اي اليوم جيت نبارك لكم العيد، وجيت نبارك لكل الجاليه المغربيه والجاليه اللي في الخارج، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد. عيد فطر سعيد، تكون فرحان باش نبغيت ان شاء الله بالبركه والتيسير، ورمضانكم مقبول وسعيكم مشكور، وان شاء الله تكونوا فرحانين باش ما تمنيتوا في حياتكم. الوغ هادشي حاجه قليله من الحوايج اللي كنديرو حنا في التراث ديالنا. طبعا الاندلسي، الطرب الاندلسي حاجه مهمه عندنا، الحلويات بالاشكال والانواع ديالها، والشاي طبعا اتاي ديالنا من اللمسات الصغيره والصفوف حتى هويا. كاين بزاف الحوايج كنحطوهم في المائده ديالنا حنايا، كاين البغرير، المسمن، الحرشه، شحال من حوايج. المهم قدرنا على اننا نديرو شي بسيط وصغير. على ايام نقدم لكم الصديق ديالي هاشم، بغيت لكم بغي يقدم لكم واحد الكلمه صغيره. وشكرا. مرحبا، لاباس عليكم، عيد مبارك ان شاء الله علينا وعليكم، ان شاء الله ينعاد عوام عوام وانت في احسن حال ان شاء الله. راه تقدر صيام وقيام صالح اعمال حكم بريطانيا في مدار المغاربه. لاباس عليكم، عيدكم مزيان ان شاء الله، ربي يتقبل ان شاء الله. مرحبا بكم سهلا ان شاء الله. نشكركم، تهلاو لي فرانسكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.